اه طبعا هننزل، هيجي وقت وننزل ان شاء الله. طيب بس ممكن بعد اذنك الزرار بس. انهي زرار؟ لا لا لا، انا اقصد الزرار بندوس عليه في نازلين تحت علشان اطوله بس. بعد اذنك، انا اسف انا اسف. فين الارضي؟ ده بتاع الانذار. كويس برضه عشان لو احتجناه. لو احتجناه استني بس، هم لغوا الارضي ولا ايه؟ فين الارضي؟ اهو اهو اتفضلي 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 اتفضلي. ميرسي على الوقت الظريف، ميرسي جدا، اتفضلي، مع السلامة. الفول 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 يا استاذ مجدي، فول. يا صبري يا صبري، انت شايفني مستعجل يا اخي وعندي اجتماع. ايه ده بزيت الحر؟ ايوه وليمون. بس اكيد تحط يعني حاطط كمون؟ ما حطيتش كمون. هو هو ده اللي على الوش ده كمون؟ ايوه ده. وبصل وطماطم وبتنجان مخلل؟ طبعا. وايه ده، خمس رغيف؟ انت بتستهبل ليه؟ روح هات خمس كمان بسرعه بسرعه. طيب على طول مأخرني كده، شايف عندي اجتماع مستعجل. مستر جون بارك، المدير الاقليمي لشركه والت ديزني في الشرق الاوسط هنا، في اجتماعه السنوي يعني يحب يسمع آرائكم في زيادة نسبة التوزيع للمجلة. أنت متأكد؟ اتفضل. دلوقتي أنا عندي فكرة ممكن تخلي المبيعات يعني تضرب في السماء. إحنا ممكن نجوز ميكي لميمي. أنت بترجم بإيه؟ اسكت. ما تقلقش حضرتك، ما تقلقش، ما إحنا هنجيبها بالتدريج. يعني الاول نبتديها قرايه فتحه كده مثلا على الضيق في البيت عند ميمي مثلا، واخبار حضرتك، وبعدين نخش على تلبيس دبل في كتب كتاب في كده في فرح، وهي الناس برضو تفرح لان الناس بقالها كتير قوي ما فرحتش. فرح ايه يا ابني؟ فرح ايه؟ الله، في فرح؟ دي شخصيات كرتونيه، هنجوزهم ازاي بس؟ طب وايه المشكله؟ مجدي ارجوك بطل فاتي وفزلكه. فيها ايه يعني؟ فيها اقعد اقعد اقعد. اتفضل يا اشرف. أنا شايف إن إحنا ممكن نزود البيع لو زودنا منافذ التوزيع في الصعيد والأماكن البعيدة. يا ولد. فعلا، لأن القراية عندهم لسه ليها قيمتها، لأن هم ما عندهمش الكمبيوتر جيمز والتكنولوجيا الحديثة اللي عندنا. كويس أنا؟ قلت حاجة حلوة؟ فعلا، الكمبيوتر جيمز مؤثرة جدا، ده أنا حتى جوزي ما بقاش ينام طول الليل في السرير، وبقى يلعب بلاي ستيشن. آه، هي وجهة نظر برضه، بس عارف حضرتك. متفزلك. حمير حمير كتكونيلة بقى هايم. انت بتترجم له بتقول له ايه يا جدع انت؟ الله الحمد لله انه ما بيعرفش عربي. اسهول سان اوف بيتش والكليو سان اوف بيتش. صحيح صحيح، ده اللي هيودينا في داهيه. انا كمان عندي فكره تانية انا اللي فكرت فيها برضو، انه بطوط وزيزي يلبسوا بدل، يلبسوا دبل. Actually this is a very good idea. والله يا اشرف انا افكاري دي لحد مقدرها. يا ابني انا قلت لك قبل كده انك موهوب، روح شوف لك ممول واعمل مجله الكاريكاتير اللي كان ابوك بيحلم بيها. يا عم اقعد على جنب اقعد على جنب، وانا هجيبه منين الممول ده ان شاء الله؟ انت راخ فكرتني، ده انا في مكالمه مهمه جدا عايز اعملها. سوري يا اشرف بعد اذنك. ولا يهز. الو ايوه يا داليا يا دبوس، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كلمت كتير؟ معلش اصل انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد. تمام يا حبيبتي. الله صحيح يا بت، انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان اللي في رقبتك دي قرصه نحله؟ ها زكاش. امال هيعمل ايه بقى لو شاف الخربوش؟ ايه ده؟ التليفون قطع وهو على ودني وانا بتكلم. معقوله كده الناس تقول عليا ايه؟ اهبل. بيجي خد بيجي على الزرار فبيقفل. الو ايوه يا دودو، معلش يا حبيبتي الخط قطع وانا بتكلم. دودو مين يا استاذ؟ انا صبري بواب. يا دودو. الجزار جاب الفخده وحطها في الثلاجه. او حاسبيه يا حبيبتي، حاسبيه حاسبيه. بس بقول لك ايه، اوعي يضحك عليكي كده زي الرجاله اللي انت ماشيه معاهم. ماشي معاهم؟ ماشي معاهم يا بيه. ده انا صبري بواب صبري بواب صبر.
انت مش شايفني؟ يلا باي باي. باي يا دود. باي يا دالي. معلش اخضر. ها؟ مش عارف؟ مش عارف الاخضر راح فين؟ كان معايا اخضر هنا. لا مدي. واحد. اثنين. مدي. ثلاثة. ايه عايز ايه؟ انت كنت بتكلم مين؟ خمسة. واحدة كده. واحدة من اللي انا اعرفهم يعني. سبعة. واحدة مين يا عم؟ يا سيدي واحدة بروش معاها. عايز ايه بس يا اشرف؟ بتروش معاها لغاية فين؟ طب اسمها ايه؟ اسمها داليا. داليا. داليا مسمار. داليا مفك. داليا دبوس. داليا دبوس. ليه؟ دبوس؟ انت اكيد تعرفها على فكرة. اه دي صاحبة ريهام مراتك. بقولك يا مجدي ما تصيعش. على فكرة انا يعني علاقتي بيها مجرد كلام كده وبس، وهي اللي رمت نفسها عليا. لا يا شيخ. علي انا شويتين دول. شفت عامل ازاي؟ ايه؟ شفت شعرها وعينيها والدب فيها رصاصة ولبقها وشفايفها وسطها والرجلين بقى تحت العن زي دبوس الفرخة. اديني موبايلها والنبي يا اشرف. اديني موبايلها. موبايلها ايه؟ مش عادي. مش بكلم حد ولا ده البواب. ده صاحب البواب. اديني موبايلها عشان خاطر. يا لا انا اللي محتاجها. انا اللي محتاجها. انا عايز واحده تلبس لي قميص نوم مش بدله كراتيه وحزام اسود. والله الحقيقه كلنا محتاجين كده. لا لا بس برضو برضو اشرف برضو ما ينفعش. انت صاحبي وريم صاحبتي. انا منظري ايه دلوقتي؟ خد بالك مراتك كده تقريبا شمت حاجه. يا نهار اسود شمت. وانا لو سالتني هقولها انا صاحبتي. ايوه يا بابا. ايوه حبيبي. يا بابا انا عندي اجتماع مهم دلوقتي. ها؟ مع المديرين الكبار بتوعي. ها؟ اعدي اجيب الشغاله وانا جاي. حاضر يا بابا. اعدي على خطيبها الاول. حاضر يا بابا. واجيب بيض. لا طبعا هجيب بيض وانا جاي. حاضر يا بابا. ايه تاني يا بابا؟ حبيبي الدب ده. جيب كلاب النادي. ازيك يا ممدوح؟ ممدوح مين؟ ممدوح فرج طبعا. انت ناقص لك بس تقولي هاي انت. نمي نفسك احسن لك. بقول لك ايه؟ انا جاي اقول لك ان اشرف جوزك متلصم وعلى اخره، لم الدور يا ريهام عشان جوزك ما يطيرش منك. انت بتدافع عنه ولا عن الست دبوس هانم؟ وانا اعرف دبوس هانم دي منين اصلا عشان ادافع عنها؟ انا عمري ما شفتها اساسا. وبعدين والله العظيم هو حلف لي 100 يمين النهارده انه هو ما اعرف هي اللي بتلاقي حاجتها عليه. طب وقرصه الرقبه؟ يا ستي ده كان سؤال بريء منه. بريء برضه؟ دنيء ارتحتي؟ انا نفسي افهم بس عايز اعرف حاجه واحده. فين ريهام صاحبتنا الرقيقه اللطيفه الجميله؟ بتعملي ايه؟ لا مش دي. فين فساتينك؟ شحتيها؟ وبعدين كاراتيه ايه اللي بتلعبيه ده يا ريهام؟ ما خلاص بقى ما تلعبي اي حاجه تانية. ما تلعبي كونكت فور ولا سودوكو ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس سيبك مني انا دلوقتي. ناني هاي. انت تعرفيها؟ صاحبتي من زمان وعلى فكره سالت عليك قبل كده كذا مره معجبه بيك. هو مش مرتبط على فكره. لا والله. يا عبيط امال انا جايباك ليه؟ عشان كده. ايوه تعالي. ايه دي طويله. هاي يا ريد. تعرفها فعلا. مجدي هاي. اهلا. هاي ناني. اهلا وسهلا. انتوا ممكن تروحوا تستنوني في الكافيتيريا تشربوا حاجه لحد ما اغير هدومي واجي لكم. ما تجيش. اوكي ما تاخريش. اتفضلي. باي. بنت ريهام انت اجدع واحده من صحباتي. جاي. اتفضلي. ايه ده يا بنت؟ اقعدي بقى في الكلب ده. انت ممكن تقولي ناني على الله؟ ما قلتش ايه يا ناني؟ هقول حاضر اول ما تيجي فرصه هقول على طول. عارف ما قلتش. عارف هقول والله العظيم ومصحف شيف هقول بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم. عارف يا ناني وكله حاضر. انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. حقيقي؟ يا لا انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عمال افكره من الصبح. طب كويس. بص مين دول؟ بابا وماما. ما شاء الله طايت قوي ربنا يخليهم لك. ماتوا ربنا يرحمهم في حادثه طياره. يا ساتر يا رب.
بس سبحان الله برضو انا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثه برضو، بس في حادثه عربيه. بابايا كان رسام كاريكاتير ومامتي فنانه تشكيليه، ف يعني وخالك برضو اللي رباكي؟ لا انا ما تربيتش. انت انا ايه عايزاني اربيكي؟ تعرف ان انا لسه جايه من عند دكتور نفساني. يا ايه يا نين؟ ايه راح في ايه يا نين؟ في ايه؟ انت مين اللي قالك؟ هو فعلا؟ ده انا كنت بهزر. نفس ما بقتش بترحم. ايه ده؟ ايه ده؟ الله؟ طب ايه؟ حاجة تعرف؟ خلاص يعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دي ايه؟ خد صدر يا اخي، خد. حاضر خلاص خدت واحدة، ايه دي يا نين؟ فين الولاعة؟ انا اسف ايه دي كريان؟ اهدي يا ناني، اهدي يا ابو سيد. انا اسف، انا ما وانا يا نهار اسود. الحمد لله انك ولعتيها قبل ما تقع. طب الحمد لله. اهدي. لا 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 لا، اهدي. انا اسف. بس اطمن، انا كأنثى معليش اي تلافات، جاهزه للتزاوج والتخصيب. تخصيب؟ انا من ناحيه الرحم. رحم؟ تمام. وانت؟ لا انا ما عنديش رحم، يعني انا مش تمام بصراحه. انت مش ملاحظه انك انت بتنطي مراحل لسه بدري عليها شويه؟ في اول قعده يعني. انا بحب البوس قوي. بتحبي ايه؟ البوس قوي. البو يعني؟ انا سمعتها صح. انت بتنطي فعلا. بصي، البوس يعني تخصيب ومن ناحيه والتزاوج. وانسه ناني اعذريني، انا يا لهوي ده الساعه لازم امشي. معلش انا اسف. بعد اذنك. طب ولو قلت لك اني عندي 4 حسنات في ظهري؟ هيبقوا 5 لو سبتيني امشي. اواديهم ده؟ لا 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 يا ريهام. لا 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 يا ريهام. اوعى تقولي امي انت ايه يا ريهام؟ ايه ده يا بوندو انت؟ انا مش تفتح. ما جيب الكوره يا خير. تخين. اي هجوم. انا بائس، انا حزين، انا متضايق، مش عارف اعمل ايه. جننتني. انا خايف اسمع كلام غاده ما تطلعش بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. أكيد مش هتطلع بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي. أيوة كده. سامي، أنت إيه؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك، أنت خنقتها وخنقت نفسك. يا سامي يا حبيبي، طول ما أمك وخالتك بيتدخلوا في حياتك كده، حياتك هتخرب. طب أسمع كلام أمي بس. ولا أمك يا سامي كمان، الله، أمك ووالدتك خلاص يا حبيبي، أنت عايز منها إيه تاني؟ غادة هي الوحيدة اللي مستحملة الإيكو بتاعك ده. ما تطفشهاش بقى. وفين غادة دلوقتي؟ فين غادة دلوقتي؟ فين غادة دلوقتي؟ بس بقى بس 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 يا سام، على طول محسسني ان انا قاعد كده مع 2 3. طب بقول لك ايه؟ انا هتاكل دلوقتي عشان محتاج اني اقعد لوحدي شويه. احسن برضه. وانا كمان. بقول لك ايه؟ انت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي انت بتاكلهم دول. انت ضغطك عالي عالي عالي. خلاص بقى، عليته زياده خلاص. شكلك مش عايز تقبض الشهر ده. انا ماشي. لا يا خالو، انا جاي اهو، جاي اهو يا خالو. وحشتني يا عجل. وانت كمان يا فرس النهر. طب انا مش فاهم الباب ده، انت مش عايز توسع امه ليه؟ بس عشان ده مش جاكيت. ايدك يا سامي، ايدك يا سامي. اتفضل يا عمو. مين سامي ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ عمو مين؟ تلاش ده، واحد صاحبي. بعد اذنكم بقى انا مضطر استاذن. سلام 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 سلام. ايه العيش ده؟ انا معدي على الفرن لقيته بيفحفح، فقلت اجيب لك 30 رغيف تعضهم. شكرا. خد بقى ايه؟ فلوس الشهرين، الشهر المتاخر والشهر اللي احنا فيه ده. يشوفك يا خالو يقول يعني جايب لي اراد مزارع دينا. ده حيالله شجرتين كاكا. يعني دول مش نافعينك؟ نافعني. خلاص بقى يا خالو، خلاص بقى نافعني. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ ابدا، اصل رايح حفله تقبيل بتاع زميلي عبد العزيز، كتبت فيه قصيده عايز اسمعها لك. مش معقول يا خالو، انت من ساعه ما طلعت على المعاش وانت ما راكش غير حفلات التقبيل دي. يعني يرضيك يا ابني ما اقولش كلمتين حلوين في زمان عمري بعد العشره دي كلها. لا يا سيدي اتفضل، سمعنا يا خالو. عبد العزيز صديقي العزيز،
كأن افتقدت طاجن لذيذ. طاجن في حزنك مملح في فرحك كريز. هتحلي كمان. هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل. صندل ده الأستاذ عبد العزيز؟ لا حضرتك طبعا. يا خلو مهارة اللي مضايقني، تخيل صحابي قعدوني مع واحدة خلل وكمان عايزين يجوزوها لي. هو أنا واقع الدرجة دي يا خلو؟ أيوة واقع ولازم تخس. شوف مين اللي بتكلم. بص من الآخر، الستات يخلفوا ويضربوا فانشروا لكن ما همهمش غير الراجل السنباتيه، ما بصوش على أي جوانب حلوة تانية في الراجل. أنا نفسي في واحدة يا خلو، واحدة بس تشوف فيا أي جوانب غير الجوانب دي. خلو أنا جوعت قوي. أنت اتعشيت طبعا؟ ها؟ اتعشيت بس ممكن يعني أنا معاك يعني. لو نحتاج نجيب عيش تاني بقى ولا إيه؟ خالي. أنت قلت إنك اتعشيت، ما تدوس في السندوتشات جامد. أنا بعض على خفيف يعني. ماشي، كان على خفيف أوكي. بص يا سيدي الصور. بص بابا وماما رفيعين قلمين رصاص بيتصوروا في الصورة. يبقى أنا بقى طلعت من قالة كده لمين؟ أكيد ليك. لا يا حبيبي. انت الفترة اللي جيت قعدت معايا فيها جيت قلين دي تنكر؟ يعني انا قاعد في بيت بيبقى فيه سجق ورقاق باللحمة المفرومة الساعة 2 بالليل، عايزني اطلع مين يعني؟ تامر هجرس؟ والله انت عندي احلى من تامر هجرس. بص يا خالو. ايوه بص الصورة دي. ايوه ده حمادة السفروت. ايوه اسمه اصلا حمادة الاسيوط بس احنا كنا مسمينه حمادة السفروت. ياما ضربناه على قفاه واحنا صغيرين في المدرسة، بقى رجل اعمال دلوقتي. ايه لما دي عيد ميلاد ده ولا ايه؟ ده عيد ميلاد دينا واحنا صغيرين، كانت هي في ابتدائي وانا في الاعدادي. صدق اخده. دينا دي الوحيده اللي حبتني وكانت هرياني جوابات عاطفيه. انت ما حكيتيش على حاجه زي دي قبل كده خالص. يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي. ان انا خير انوني خرايا احسن اللانش لزق في بقي جامد قوي. ليك حق، ده كمان الجبنه الرومي حاجه صعبه. تصدق بقى خالو ان انا لسه محتفظ بالجوابات بتاع الدينا دي لحد النهارده؟ ايام يا واد يا الشاعر. عموما انت لسه العمر قدامك، هتحب وتتحب. نقول لي فرد الجبنه الرومي ده وانت ايه؟ ما جاش وقتك يعني ولا ايه؟ يا راجل يا طحش انت. جه وقتي. امال ايه اللي حصل؟ بس انا زي ما تقول تقلت عليهم. ده واضح انك تقلت قوي يا خالو. بس مش عايزك تقدر تغطي اللي انا غلطتها. انت عارف ايه المشكله؟ حلها قبل ما العمر ما يعدي بيك والدنيا تتسد في وشك. انا مضطر اقوم عشان التأبين. انا مالك يا خالد؟ كان بودي اوصلك. لا خلاص. انت ماشي يا خالي. حاضر حبيبي، حاضر جنب باص المدرسة وانا برميلك الجوابات. مش هنساك ابدا، وانت كمان ما تنسانيش. صاحبتك دين. مش هنساكي. لو انت دينا بكر الزهيري، هاي دينا.
انا مجدي بكاوي زميلك في المدرسه. لا ردي انا مش فاضي. لما تلات دقايق لما ردتيش بشكر. يا ساتر تخين.